الإخوان تبارك الله عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الإخوان كما شفتوا معايا اليوم غادي نشوفوا هذا المنزل هادي، منزل صراحة فيها الإصلاح رائع، أي واحد غادي يتمناها. إخوان غادي نعطيكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل، ثم عليكم إلا باشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش أي فيديو إن شاء الله غادي يوصل لكم. الإخوان هاد المنزل هادي كنت ديجا نزلت تصور ديالها في الفيسبوك وفي اليوتيوب، ودخلوا عليا عدل ديال الناس باغيين المعلومات ديالها، باغيين الثمن، باغيين يعرفوا فين جات بالضبط، باغيين المعلومات. ها أنا اليوم جبت لكم فيديو ديالها وغادي نعطيكم المعلومات وحتى الثمن، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. الإخوان بالنسبة لهاد المنزل هادي كتواجد تجزئة باب ديال الأندلس، تجزئات باب الأندلس اللي كاينه اتجاه ديال الطريق الرباط اولا النواحي ديال المحطه الطرقيه الجديده. من بعد غادي نوريكم الشارع اللي كيخرج الطريق ديال الرباط مباشره. بقاو معنا الاخوان ما تقنطوش، غادي نعطيكم المعلومات وغادي تسمعوا حتى الثمن ان شاء الله. هاد التجزئه هادي كما كتعرفوا بزاف ديال الناس كيسولوا عليها، الاراضي هنا الاراضي تبارك الله راه غاليه، كاين الارض هنا ساويه 1,200,000 ساويه 1,000,000، راه ما كتهودش على 9000 درهم. بالنسبه لهذا المنزل هادي يلاه مبنيه ماشي بزاف باش 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 كيتم سالات الاصلاح ديالها، مولاها يلاه سالها الاصلاح ديالها. كما كتشوفوا راه كلشي مازال جديد، كلشي مازال نقي، حتى شي حاجه ما ناقصه. والسيد اللي بناها بناها كيتما ماشي بناها للتجاره، الحاجه ديال التجاره راه معروفه، والحاجه اللي الانسان اللي كيديرها لراسو راه معروفه، داكشي اللي دار فيها راه ماشي كيتسمى داكشي عادي. غادي نشوفوا كلشي ان شاء الله. كما شفتوا هذه راه السده والكراج، وهذه الطلعه ديال الطبقات الفوقانيين، البلاصه ديال المشروع بلاصه مزيانه نقيه، وعاد جات قبلتها المجمع كيتسمى العماره ديال الجامعي، كيتسمى جات فواحد البلاصه اللي هو زوينه الاخوان، مرحبا بالجامع. غادي نحاولوا نشوفوا الطبقه الاولى كما كتشوفوا معايا، والدروج نتوما كتشوفوا كما طالع بالمارمو وديكشي ديال اليوما والباسامانو ديال اينوكس. كما كتشوفوا الاخوان هذه الطبقه الاولى غادي نحاولوا نشوفوها، فيها المساحه ديالها 96 متر، المساحه ديال الارض ديال الارض فيها 96 متر الاخوان، والفوقين نتوما عارفين راه كتعطي كثر، هذه راه معروفه. شوف الاخوان على الاصلاح اللي فيها الدار هادي، شوف على الاصلاح، لان انا ما كيتما كندخل بزاف ديال الديار ولكن قليل في كنلقى هاد الاصلاح اللي في الدار هادي الاخوان، الصراحة الله كذوب على الله حرام. وتا الماتريال اللي فيها البياس اللي فيها من النوع الممتاز كما كتشوفوا الاخوان تبارك الله. غادي الحجم اللي كتكون مسروحه في حال هكا حتى النفسيه ديالك راه كترتاح. الدار فيها جوج ديال البيوت والصالون وكوزينه، كيتما كلشي ناضي. الناس اللي كتقلب على حاجه ديال اليوم شي حاجه ديال مزيونه، واخا كيكون الثمن شويه طالع ولكن عاوتاني راه عاوتاني راه كترتاح. كما كتشوفوا راه الفينيسيون هو اللي كيدي الفلوس، عندك يقول لك شي واحد راه الله جلو كيدي الفلوس، الفينيسيون اللي كتدخل لها عاد ارى من تما. كما كتشوفوا هذه الحمام، شوف تبارك الله الحمام كي داير، شوف تبارك الله. غادي نشوفوا الكوزينه ما شاء الله، الكوزينه ما شاء الله، بلاكاريس ديالها بالنيفيلا ديالها بالزليج ديالها كتدخل وكترتاح. انا كنتمنى نشي مرضيه ديال الوالدين، هذا الشيء اللي غادي نقول. انتم عارفين الامهات ديالنا راه كيبغيو الكوزينه تكون كبيره وتكون مزيانه. وهذا هنا كاين باتيو، دار تبارك الله الاخوان راه مصلوحه كامله. وانا قلت لكم فين كتواجد بالضبط، تجزئات ديال باب اندلس اللي كاينه اتجاه ديال طريق الرباط، جات قبلتها ديك المنطقه ديال بوخالف. غادي نشوفوا الطبقه الثانيه الاخوان، كما كتشوفوا هذه الطبقه الثانيه حتى هي مصلوحه بحال التحتانيه، غير شنو الديكوراسيون كيكون مبدل وصافي.
كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه للمنزل اللي جبت لكم اليوم، المنزل كيتمنى يتمناها اي واحد، والكذوب على الله حرام. اي واحد غيتمناها بالراجل بالمراه، وتال الفراش اللي فيها، الفراش اللي فيها كيتما داك الشيء واعر الاخوان. كنتمنى تخليوا لينا شي كومونتير مزيان وتشجعوا هذا السيد اللي صلح الدار بهالطريقه هذه. كنتمنى تشجعوه وتدعيوا معاه. هذا الحمام ديال الطبقه الثانيه كما كتشوفوا، الطبقه الثانيه الحمام كما كتشوفوا الاخوان، هذا بيت عاوتاني. هنا الفوقي راه ماشي مفرشه كامله، كي تما ما كاين حتى شي مشكل. هذا باتيو، باتيو كبير الدرجة مشمشه ومضويه ومهويه مزيان. وبالنسبه للاخوان الدار هاد السكنه احسن دار للسكنه اللي بغاها. مرحبا الاخوان. غادي نشوفوا السطح كما كتشوفوا، السطح مزلج. غادي نحاول نصور لكم كلشي الموحد ديال فين كتواجد بالضبط. كما قلت لكم بزاف الاخوان دخلوا عليا باغيين المعلومات ديالها، انا عطيت لكم المعلومات والتفاصيل، وانتم كيبقى القرار ديالكم. بالنسبه للثمن ديال الاخوان 250 مليون، الثمن ديالها 250 مليون. غادي تكون شويه مفاهمه ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا بالنسبه للمشروع غادي يخدم لك، لان جات قبلت العمارات، والعمارات انتم كتعرفوا كيكون فيهم كيكون فيهم الناس تبارك الله بزاف. هادو العمارات ديال الجامعي كما كتشوفوا، الناس راه تبارك الله راه التجزئه ماشيه كتعمر، والناس كلشي كيبني، والامور كامله مزوهره كما كتشوفوا الاخوان. بالنسبه للدار الارض محفظه، الارض بالتيتر ديالها. اللي بغى المعلومات اكثر يتواصل معايا، النمره ديال الواتساب 0662 62 13 68. ان شاء الله ما يكون غير الخير. كما كتشوفوا هذا باتيو، هادشي اللي كان الاخوان، حنا ملي كتبان لنا شي حاجه كنجيبوها لكم. غادي نحاول نوريكم الخرجه ديالها باش تعرفوا فين كتواجد بالضبط. هذه هي الخرجه ديال الاخوان، حنا دابا خرجنا من الدار. هذه هي الحومه، كاين حداها الجامع، كاين حداها المدرسه، كاين حداها جميع المرافق العموميه، كلشي حداها. باش ما تقولوش الا ما كاينش الجامع ما كاينش شي اخر، انا بعيني كنصور لكم باش تشوفوها بعينيكم. ها هي الجامع، ها هي الجامع. هذه هي الخرجه اللي غتخرجنا اتجاه ديال طريق الرباط. كاينين جوج ديال الخرجات، الا بغينا نخرجوا من اتجاه اخر غادي نخرجوا طريق زنايا او الطريق ديال المحطه، او لا غنخرجوا على الطريق هذا. انا حاولت نخرج من الطريق هذه باش نديكم طريق الرباط. ها انتم كتشوفوا العمارات اللي مبنيين على الطريق ديال الرباط، كما كتشوفوا الداخله ديال طنجه ديال السونتر فيل. كما كتشوفوا اخوان انا كنظن انا كلشي باين، كلشي واضح. ودابا كيبقى القرار ديالكم الاخوان. بالنسبه للدار مزيانه اللي بغاها، وان شاء الله ما يكون غير خير. الثمن ديالها 250 مليون، غادي تكون شي شويه مفاهمه. اللي بغاها عجباتو يتواصل، وما اللي كيشوف راسو الثمن اللي تما قادر عليه وغتكون شويه المفاهمه يتوكل على الله. شكرا لكم الاخوان، بارك الله فيكم، فيديو اخر ان شاء الله.